ليش تصيح؟ اخي انت صياح. هو انا فكرت واجد ناس لكن ما قدرت تصيح. خلاص قلت لك برجع لك سنابك صور الفيديوهات كلهم معي، بس حول لي 200 ريال. لين انا اجيب 200 ريال؟ ما عندي. خلاص لا تصيح، بنشر ترى، بنت انشر انشر انت انشر ترى. ها حالك 24 ساعة، اذا ما حولت 200 ريال انشر. خلاص حولت لك 200 ريال، رجع حسابي تو. قول ما عندك عقب، من هين جبت ال 200 ريال؟ صراحة انا سرقتهم من محفظة ابوي ورحت اسوي لك ايداع. رايح تسرق ابوك؟ ما حرام؟ يعني ابوك هذيل ال 200 ريال تعبان عليهم وفي النهاية تروح تسرقه؟ كسرت قلبي، والله كسرت قلبي يا اخي. المهم اقول لك شوف اللي بعدك 400، احس ذي ال 200 ما يكفيني. هذا كل اللي صار يا عقوب، اتمنى تساعدني. انا فهمت الموضوع كامل، لكن في البدايه خلينا نتواصل على خط الساخن مع الجرائم المعلوماتيه لحد ما انت بكره ان شاء الله تزورهم في المقر الرئيسي. انا مبدئيا اقدر اساعدك ان نجمع الحساب او في فرصه ان نسترجع باذن الله، ولكن تطمن اخوي نحن ترى معك. يا الله مو باغي. ويل ال 400 جالس انتظرك، انا ما حولت شيء يا اخي. هلكتني دراك، انا بوصل بالجرائم المعلوماتيه وتشوف. خبرتهم عاد خبرتهم مرة قاس تفتنته زي قاس أقولك مقلب تراني. السلام عليكم، كيف الحال؟ ما شاء الله تحفظ بالا فيك البركة. سلم سلم على أبوك. ها حاسد معتمد على الله، معتمد عليك اليوم بتغششني. أنا ما مذاكر شيء ولا فاهم شيء، كل اللي شايفنه القدرت ترعيبي ولا مو ذا غير كذا ما أعرف. مين ضرب عليك؟ تمشي قدامي أنا وراك اليوم. في الحقيقة نحن اطلعنا على أوراقك وأنه حابين نحن نوظفك، بس راح نتواصل ان شاء الله معك في اقرب فرصه. اقرب ايش؟ اقرب فرصه. اقرب مو اقرب فرصه. اتق الله نفسك، اذا ما بتوظفني قول. انا اخوي فهم الجمعيه فيها عقد ولا ايش؟ مو عقد، انت تجيب على الالف وتدخل معي وبيكون واجد بعدين. والله ها؟ ايوه. بس ايش لك تجيب هذا الالف وتخلي عنك ذا المنكر؟ اعوذ بالله منكم. استغرب من الناس اللي باين يفرن اللي باين يصبنا. الو انا هاو ار يو يو تيل اني بودي وي ار ميريد. اقول اجيب كحصله شويه بس شويه بس. جيب له انا كليتها خلاص هذه حتى تمثيل. مالك باي خطك بقي شويه له باذوق له. يلا يلا ايها اوروبا مالكم، يعني ارتفعت عندكم درجه الحراره، بوي توفى بوي يغمى عليه وما قادرين تتحملوه. تعالوا حبيبي شوفوا هنا عندنا 50 درجة الحرارة وشاي كرك شاهي لبتون، ما يردنا غير الشاي وظهور ما نريده بالليل. انتم ما قادرين تتحمل درجة الحرارة، بتقولوا المناخ غير. ترى نفس الشيء، نحن نفس المناخ نفس المناخ، خلي عنكم برد برد حر حر. انتم حساسين دلوعين، انتم ما قادرين. تعال قربوا الحر، انتم يعني اذا قربتوا الحر اللي عندنا انا اتوقع انتم اول ما توصل القبر على طول. يعني يا مانا قد اذا انتم ما قادرين تحملوا حرارة الجو اللي عند، كيف عندنا نحن؟ بوب تعال شوف الجسم، تعال شوف الجلد يضب. نعم يتحمل ذا الصعاب والمواقف الصعبة. ايه ما يا الله على ذا الحرارة، يبالي شي بارد. جيب جيب بوي خلني شرف شي بارد. جيب يا الله شي بارد يا الله. ضب ما يهم